أحسن الله إليكم، هل في الخوف من العين فضيلة الشيخ شيء فطري مأذون به أو شيء جائز أو شيء محرم؟ ما حدود ذلك؟ إذا ثبت أن هذا الشخص عائن وأنه يصيب بعينه فيتوقع منه، عليه أن يتوقع منه بذكر الله عز وجل ويتحصن منه بذكر الله عز وجل. وإذا أصيب بالعين فإنه يعالجها بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يؤمر العاين فينفث على المصاب ويغسل من ثيابه، من ثياب العاين، من إزاره ودواخل إزاره، ثم يصب على المصاب، يصب الغسالة على المصاب ويشفى بإذن الله. قصدي الخوف منها يعني في شيء جائز، خوفان، خوف حقيقي نعم، وخوف موهوم كما ذكرنا. الخوف الحقيقي يعالج بما ذكرنا من ذكر الله والأدعية والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل له شيء من الإصابة يعالجه بالعلاج الشرعي كما سبق. أما الخوف الموهوم فعلى الإنسان أنه يتوكل على الله ويتعوذ من يستعيد من الشيطان ولا يلتفت لهذه الأوهام، لأنها تزيد عليه، إذا تأثر بها زادت عليه، إذا رفضها وتوكل على الله ولجأ إلى الله راح ذهبت عنه.